مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا. دائما باقي كنتواجدوا بجانب المنزل ديال ضحية ريان وبجانب من الحفرة اللي كيحفروا الوقاية المدنية باش يقدروا يستخرجوا طفل ريان. معايا الأخ نور الدين الملقب بالشينوي بطل مغربي، جاء من مدينة سيدي حيى الغرب باش يأجر العائلة ديال ريان وباش حتى هو يحاول يعاون ريان بأي طريقة باش يقدروا يخرجوه ويعتقوه. خويا نور الدين، شفنا قبيله كتهضر بتاثر وبواحد الطريقه. بصراحه اختي ما كذبش عليك، انا البارح كنا باقيين جبدوه الدري هذا، باقي دابا تعطل بزاف. انا كنشوف دابا راه عيال دابا جبلها واخر واجيني هو ريم، وباقي الدري واش كياكل ما كياكلش، علم ديال الله سبحانه وتعالى. وانا بجهد الله سبحانه وتعالى وعند حي بالحياه ديالي وعند حي ندير الجهد بفوق الجهد ديالي باش ان شاء الله عند حي بخويا راه يلاه جبدوه على فرع والدي. بصراحة بقى فيا بزاف، طفل بريء، طفل عيلة ديال الله سبحانه وتعالى. وتحية للمسؤولين كلهم تضامنوا معنا وكل شيء وقف معايا. وانا خوتي بصراحة انا ما تردتش زي علاش، انا خويا راه يلاه جبدوا ولكن باغي نجبدوا ميت، باغي نضحي بالحياة ديالي ان شاء الله. بغيت خوتي المغاربة كاملين يدعوا معايا ويدعوا مع خويا ريال. وكنشكر بزاف اخوتي وكنشكر اخوتي الصحابة وشكرا. مرحبا اختي. قول لي خويا نور الدين، انت جيتي؟ اختي دابا 3 ايام 70 ساعة دابا خويا ريال في البير باقي معنا. ملي سمعتيها؟ ملي سمعتها جيت لعندو. لا نعاش ضحيت بالحياة ديالي، ما نعاش انا مرة 70 ساعة باقي معناهاش، باقي معناهاش وباقي الحمد لله ربي عطيني واحد القوة كبيرة، واحد القوة من عند الله سبحانه وتعالى. وبجهد الله سبحانه وتعالى غادي نفرع والدي وغنفرع خوتي المغاربة، هادشي كامل اللي كيدوز علينا غادي يكون فرحة إن شاء الله. وكنضحي بخويا ريان إن شاء الله، وغنضحي بالحياة ديالي إن شاء الله، وغنفرح والدي وباش نعطى الله وإن شاء الله، وغادي نفوق الجهد ديالي وغنفرحه. وإن شاء الله غادي ندخل، كنا غادي ندخلوا نجبدوا أخوتي نصدقوا على الجبل قريب، وباقي ان شاء الله روطار والدري حيوان ميت باقي الحمد لله. شفنا تما كنا كنصوروا تما وتم انهيار ديال الحافه قريبه من الدار ومن البير ديال اللي طيح فيه ريان. انت شنو التوقعات؟ كملنا حفير ديالنا ضربنا 32 متر، جاو ما بقاش بزاف، راهو رجال المسؤولين جاو شافوا داك الشيء كامل من راه بواحد الجبل امنونا كاك اخويا ما تدخلوش بالله تنشوفوا شنو كاين، فهمتيني؟ حنا اختي كنا داخلين توكلوا على الله ان شاء الله. حنا ما قدروش نجبدوا بالتراك، اللي جبدنا بالتراك غادي ناديو، فهمتيني؟ غادي ناديو، حنا ما بغيناش ناديو، غادي نحفروا بيدينا باش نجبدوا بشويه بسهوله، باش خوتي المغاربه كاملين يفرحوا. وكنشكر خوتي المغاربه كاملين على الدعاء والتفاعل ديالكم، وتحياتي لكم اختي وشكرا. شكرا لك، كنشكرك نور الدين بزاف. مرحبا اختي. وكنشكروا جميع المغاربه اللي صراحه جاوا من جميع المدن المغربيه، من اكادير، من ورزازات، من سيدي حيى الغرب، من الدار البيضاء، من مكناس، من فاس، جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن اللي كيعاونوا ريان، عفوا طفل ريان اليوم بالدعاء. بزاف شفنا نساء، حتى هما تنقلوا من مدينه فاس لهنايا باش وتكبدوا عناء السفر باش يحاولوا ولو بطريقه او باخرى مؤازره العائله ديال الاخ ريان والام ديالو. دائما حنايا متواصلين كندعيو مع ريان. شكرا متتابعين الكرام، كانت معكم مريم فساحي خلف الكاميرا، اشرف عوينه لنا صوره ولكم التعليق، والى اللقاء. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.